علي معلول، اخباره ايه يا كريم؟ علي معلول النهارده يعني اقدر اقول لك خد جزء بسيط من التدريبات الجماعيه، ودي اشاره مهمه جدا لعلي معلول وجاهزيته. قطع شوط كبير جدا، والحقيقه الجهاز الطبي بذل معاه مجهود اكثر من رائع، طبعا الدكتور احمد ابو عبله وكل طاقم الجهاز الطبي والتاهيلي. علي معلول النهارده خد جزء بسيط، لكن اقدر اقول لك بنسبه كبيره يعني من الواضح ومن الشكل العام ان علي معلول بيتم تحضيره لمباراه السوبر. يعني جزء النهارده اللي خده ممكن ياخد كمان جزء اكبر بكره، لكن في تاني كبير على علي معلول في الدفع بيه، لكن الاهلي بمن حاضر، وده اللي احنا يمكن الرساله المهمه للاعيبه النادي اللي عارفاها وعارفه من جمهور النادي اللي هي هذا الامر. علي معلول متواجد مع الفريق بروحه وبقيمته الكبيره وبشخصيته، لكن فرصته صعبه شويه. حمدي فتحي اللي فرصته اكبر ان هو يكون متواجد في دكه البدلاء او يكون متواجد في القائمه بشكل عام. سعد سمير ايضا كمان فرصته كبيره ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، لكن يتبقانا ان شاء الله علي معلول، ان احنا بنتمنى ان شاء الله يرجع بسلامه الله في اقرب وقت مع فورمته الكبيره وخبرته الكبيره، يقدر يفيد النادي الاهلي خلال المرحله القادمه.